اليوم حنفوت على برنامج تينكر كاد موجود اونلاين. هذا البرنامج ممكن نعمل ديزاين معين. تينكر كاد هو من شركه الاوتو داسك. فوت على تينكر كاد هون لحتى نفوت. ابسط طريقه نفوت من خلال جوجل، اكتب tinkercad.com. تينكر كاد كرييت 3D ديجيتال ديزاينز ويز اونلاين كاد. هذا هو البرنامج، نكبس عليه. طبعا لازم يكون عندنا اكونت حتى ندخل على البرنامج. في حال ما عندنا اكونت بنفوت نعمل اكونت، او فينا نفوت من جوين ناو ونعمل اكونت. فينا نعمل اكونت بالبيرسونال اكونت بهون بطريقه بسيطه جدا. فينا كمان نفوت بالساين ان، بالساين ان من خلال جوجل اكونت. فتنا على البرنامج، فتح قدامنا. اوكي، حنفوت بدنا نعمل فايل جديد، بروجكت جديد. نفوت على كرييت نيو ديزاين. ظهرت قدامي منطقة العمل في الورك بلان اللي حنشتغل عليه. بس قبل لا نحكي شو بدنا نعمل، حنفوت على حنعمل مثل هيدا المجسم. هيدا المجسم موجود، مجسم قوس النصر بمدينة صور بلبنان. حنعمل شيء شبيه له. حنفوت على هون. اول شيء بنعمل ورقة العمل او الورك بلان. الويدز حنعملها 400، وسعناها شوي. حنعمل هون نرسم هيدا البوكس، نجيب بوكس بنرسم بوكس. نعمله لهون ب 62. اوكي، هيدا هو. حنعمل له ارتفاع، نغير الارتفاع من هون. حنعمل ارتفاع 200. صار عندنا بهالشكل. هيدا ننطلق منه نرسم المجسم اللي حكينا عنه، اللي هو هيدا المجسم. نرجع هاي لورا شوي. رجعناها لورا بعدها محافظة على السايز اللي لها. 20 ب 260 بارتفاع 200. حنرسم بوكس تاني. نبلش نفوت بالتفاصيل. 120. اوكي، حنعملها ارتفاع كلها 200. حنعملها لنقول 150. اوكي، حنغير لونها بس حتى نميزها شوي عن غيرها، او الخلف بنغير لونها. اوكي، 40. قول لي 20. اوكي، حنرسم على السطح هون شكل قوس. نيجي على الورك بلان، لازم نحدد منطقة العمل هون على السطح. هيك صرنا نقدر إذا رسمنا حيرسم لنا على السطح، بينما لو كانت بعد الورك بلان تحت بالأرض كان رسم بالأرض. حنعمل وحنعمل نجيب راوند روف، اللي هو شكل القوس، اللي هو هيدا الجزء اللي هون. حنجي نحنا هيدي عنا صارت قدي عنا 120، فإذا نحن بنعملها مثلها هاي، نعملها 120 بغمق 20. حخبي هيدي الموجودة بالخلف، حخفيها مؤقتا. طيب، حارجع لهون بدي ركب هيدي 100% عليها هون. طلع بالتوب فيو، علمهم اثنين سوا، بعمل ألاين. لما بعمل ألاين بكبس هاي الكبسة اللي هون، معناها حيجيب الزرقاء فوق الحمراء لهذا المكان، وكمان من هون لنتأكد كله تمام ركبت مظبوط. برجع على الفيو اللي كنت فيه، عندي طريقتين لأرجع على الفيو اللي كنت فيه. في اكبس هون على الزاوية، هاي طريقة، وفي بالرايت كليك بهالشكل. طيب، هلا انا القوس بدي اعلي ارتفاعه، بدي زيد ارتفاعه. خلصت من هون. اوكي، بدي ارفعه هي قلنا 150 و 30، نعملها 30. رفعنا القوس. بدنا نحولهم لجسم واحد. فينا نكبس على الجروب يصيروا جسم واحد. هنعمل كوبي لهيدا المجسم. هلا بنحكي بنكبس عليه، بنعمل كوبي، بنجيبه شوي لهون على جنب. اوكي، جبناه لهون. هلا هيدا حنقلل ارتفاعه شوي، يعني هيدا هون قد ايه؟ 120. هيدي حعملها عملها 100، وارتفاعها نقص 10 كمان، بدل 180 على 119. صار عندنا هيدا الجسم، يعني عندنا هول بدنا نركبها هون. فإذا عرفناها كهول، تفرج عليها من الفرونت. اوكي، حنركبهم بقلب بعض. اللاين نجيبها لهون. اوكي، صارت راكبه بقلبها. هيدي شوي بدي اجيبها لقدام. رجع لورا. هيدي بدي اعرضها اكتر، بدل ما تكون 20 حعملها 40. اوكي،
وهيدي اللي فوق كمان نعمل لهم عملها 40. اوكي بنرجع هيدي بنطفيها مؤقتا، هو اتنين سوا بنعمل لهم جروب صاروا جسم واحد، بنرجع بندورها هاي بنركبهم مع بعض، نركبهم بقلب بعض، نعمل الاين بنجيبها لهون هيدي صار نافرة شوي لبرا، وهذا المطلوب بتبقى نافرة لبرا. بعد ما فينا ندمجهم نعملهم جسم واحد اخدوا نفس اللون. هلا هيدا انا ركبها بقلبها ويعمل بوابة فراغ، يعني الهول بده يصير فيه هول هون بهيدا المكان. طيب علمناهم كلهم سوا كمان اللاين، جبناه هيدا لهون. هيدا لازم يكون 40 كمان. اوكي نعملها 40 لانه السماكي صارت 40. اوكي بنعمل هو اتنين سوا، نعمل اللاين بنجيبها لهون بالنص هيدي هي، نتأكد انه من ورا ظاهره. اوكي تمام، اذا هيدا اللون الغامق الاسود حنحوله الى فراغ. حتى نحوله الى فراغ بنعمله نعلمهم كلهم سوا، نعمل لهم جروب تحصيل حاصل، هون بصير في عندي فراغ. لحد هون صرنا خالصين هيدا الجزء. طيب هنعمل الاقوى هون العمدان، هو العمدان هنعمل هو العمدان باش هنجي نرسم العمدان. احنا عندنا الارتفاع 200، هنجي نرسم هون على جنب، هنرسم قاعده. هيدي القاعده هنعملها 40 وهي لجوا 40. اوكي هيدي هي، هنعمل ارتفاع القاعده هنغيرها لنعملها سوليد بهيدا الشكل. اوكي لانه بالاول مهول، هنعمل ارتفاع هون لنعملها 40 كمان ارتفاع القاعده. اوكي هنرسم سيلندر على سطحها، اذا صار عندي ارتفاع 40 هون. اوكي هنرسم سيلندر على سطحها، بنجيب الورك بلان على السطح هون، نرسم سيلندر هون على السطح. هيدا السيلندر حيكون 40 كمان، فبنغير من ناحيه الويدث واللينث صار 40، وبدنا نعمل ارتفاعه 40. هنركبهم على بعض جاستيفاي، بناخد ال 100 بوينت من هون وال 100 بوينت من هون، ركبوا مظبوطين على بعض. صار عندي هيدا ارتفاعه 40 وهيدا ارتفاعه 40، يعني صار عندي 80. كمان بدي ركب عمود اضعف اختار سيلندر او الورك بلان بالاول، بعمل ورك بلان هون، اختار عمود اضعف ركبه هون. اوكي هيدا الارتفاع هيدا هعمل ارتفاعه 100. اوكي هيدا هعمل 30، ركبه 100%، بعلمهم الثلاثة سوا، وبعمل الاين وبختار ال 100 بوينت من هون وال 100 بوينت من هون. كمان بختار سيلندر على السطح، بطلب الورك بلان، بدي اختار نهايته بطلب الورك بلان، بختار من هون وبجيب السيلندر بركبه هون. هيدا بدي اعمله عريض السيلندر، بدي اعمله 40، دياميتر 40. اوكي بعلمهم كلهم سوا، وبعمل اللاين هون وهون. اوكي خلينا نتفرج عليها من كل الجهات، صار عندي اياه بهالشكل. هيدا بدي دخله بالجسم الاساسي. اوكي اعلمه، اعمله جروب واحد لحتى ما يعمل لي مشاكل. اعمل لي جروب واحد، هيدا جروب واحد صار جسم واحد. طيب هلا لنركبه هون، هنوقفه هون، نجرب ناخد التوب فيو، نعمل الاين او خلينا نوقف هيك بهالشكل. اوكي نجيب هيدا لهون على هاي النقطة، هو بده يفوت فيه لمسافة معينة. اوكي بهالشكل. اوكي هيدا هو، نفرش عليه من كل الجهات. تمام اوكي نعمل كوبي عنه، نعمل كوبي هيدي الكوبي دوبليكيت. اوكي نجيبه لهون على بعد، على بعد ناقص 220 حنحطها صفر. اوكي خلينا نتفرج عليه من فوق، نركب بالمكان اللي بدنا اياه نفس الطريقة هون. ممكن هيدا نعمل، نجرب نعمل جاستيفاي هون، ركب مزبوط. طيب اوكي تمام، صرنا خالصين جزء. حنجمعهم هيدا، فينا نعلمهم نعمل لهم جروب. اوكي هيدا هو صار عندي بهالشكل. طيب هلا حنعمل كمان البوابة من الخلف، هي نفس تفاصيل البوابة من الامام،
شو رح نعمل؟ حنعمل كوبي لهيدا الجزء كله سوا، بما انه صار جروب واحد كله شقفه وحده، نعمل جروب ونجيبها هي لهون. هيدي حنبرمها 180 درجة، سطري على نبرم 180 درجة، بنيجي لهون نكبس على هون الروتيت، نكتب له 180 درجة، انتر، صار عندي اياه بهالشكل. هلا انا بدي ركبه هيدا مع هيدا بكل بساطة، في جره اركب هالنقطة على هالنقطة. خلينا نجربها، نجيب هالنقطة، نعمل جاستيفاي هون، بدي يجوا على بعض هون بهالشكل. نتفرج عليها من ورا، فينا نعملها جسم واحد، فينا نعملها جسم واحد، نعملها جروب، صار جسم واحد، غرقت ببعض، اختفت كل هالتفاصيل اللي كانت بتدل انه مفصولين عن بعض، صاروا جسم واحد. طيب عندنا بعد نرسم هيدا الروف على السطح. اوكي، لحتى نرسم هيدا على السطح نجي بنعمل ورك بلان على السطح هون، نجي بنطلب الروف من هون. اوكي، بنقرب، فينا توب فيو مثلا. اوكي، كيف بدنا نظبطه هيدا؟ فينا نجيبه لهون 260 لازم يكون، الى ال 260 لانه هي عرضها كلها سوا 260. اوكي، هي 260 وهون حنعملها لحد هون هي 40. لحتى نضمن انه راكب مظبوط 100% نضمن، نطلب جاستيفاي الاين، راح تزبط معنا من هون. اوكي، هلا بنرجع بنشوفها لقدام. اوكي، هيدي التوب فيو او هيدي الايزومتريك فيو، هون بسموه الايزومتريك فيو، هون الزوايا بسموه الايزومتريك فيو. نجي لهون بدي اعمل ارتفاع هيدا، بس بدي ارفعه، بدي اعمله 33 كمان. هيدي هي صار عندي خالص، فيي اتفرج عليه بهالشكل. حرجع الورك بلان بالارض كمان اضبط، يتفرج عليها من كل الجهات، صار موجود عندي هيدا التصميم. اوكي، فينا نحن نغير بالقياسات، نعمله بشكل اجمل، بشكل اوسع، كل واحد في يتفنن فيه على ذوقه. في انا رجع هودي، اعمل لهم جروب، الغي الجروب، ان جروب، نجرب نشوف هون شو. اوكي، بعد مره ثانيه. اوكي، في هو اعطيهم لون ثاني مختلف. اوكي، بس اذا عملت جروب بده يرجعوا لون واحد. اوكي، بس لما نعمل ان جروب نكون حذرين، لحتى نفس المبدا هون. اوكي، فينا نعمل بهالاشكال. اوكي، اذا عملنا جروب حيرجعوا لون واحد. هيك بنكون خلصت، يعطيكم العافيه.